إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. خلص يا أستاذ، الكلام ده عدى أوانه. ناريمان، إحنا ممكن نكمل حياتنا مع بعض وكأن مفيش أي حاجة حصلت ما بيننا. ما تكبريش الموضوع. أنا ممكن أكلم أخويا ليل وأحكي له على اللي حصل، وساعتها هتزعل، هتزعل قوي كمان. ناريمان يا حبيبتي تعالي معايا، أنا بس عايزة أتكلم معاكي كلمتين. قومي بس، تعالي قومي، هنتكلم كلمتين مع بعض. بصي بقى، الرجالة دول عاملين زي الأطفال الصغيرة، والأطفال دايماً بتغلط. إحنا بقى علينا نتعلم إزاي نسامحهم. أنا بقى بسامحش، ولو هسامح مش هسامح في الخيانة. خيانة؟ خيانة إيه بس؟ دي مجرد نزوة، نزوة يعني وهتعدي. وصدقيني رامي مش هيعمل كده تاني، رامي بيحبك. صدقيني رامي بيحبك وبيموت فيك يا ناريمان، صدقيني يا بنتي. خلص يا أستاذ. حضرتك خدتي مستحقاتك. مش عايزة منه حاجة. لازم تقولي إنك خدتيها قدامي. خلاص خدتها. قول ورايا يا أستاذ رامي. يا نهار اسود يا حاميه، يا بنت الحاميه، ايه مش شايفه؟ ده الواد بالعربيه ما اتحركتش من مكاني، هتدوس على البشر. انا اسفه. اسفه ايه؟ نيل عليك وعلى اللي جابوكي. انت لا بنت، بنت انا مش نازله. شوف انت عايز ايه وانا هعمله، بس من غير قله ادب. قله ادب؟ هو انت لسه شفت قله ادب؟ انزلي يا بنت، بقول لك انزلي هنا، انزلي هنا. عمال اكلمك من جوه يا بنت العربيه، انا عمال اقول لك من الصبح. هو انت كل يوم هتجيلي بخناقه يا ابن امي؟ زمايلي زهقوا منك. ايه لخطبه العربيه والعربيه لسه جديده؟ قسما بالله لو جيت لي في خناقه تاني لاحبسك. تحبس اخوك؟ ماشي، شوف امك هتقول لك ايه لما تروح. طب خش النبطشيه اقف قبل ما اوصي عليك. اتنيل امسك. تعال انت وهي. مدام حابه تعملي تقرير طبي عشان لو عندك اصابات اثبتها لك في المحضر. اصابات ايه يا باشا؟ قسما بالله ما لمستها، دي هي اللي لعنت سلسفين جدودي. هي تلاقيها ردت على جوزها رد مش حلو، اداها قلمين خلي شكلها عامل كده. انا مطلقه. اهو كلامي طلع صح، دي مره ما تتعاشرش. بس اقعد سكت. تعال امضي على المحضر ده وخلص. ماشي. ممكن اروح؟ تمشي فين يا مدام؟ لازم تتعرضي على النيابه الاول وترجعي هنا تاني، تتعرضي على ضابط المباحث فتره مسائيه، وهو اللي يقرر ان كنت هتمشي ولا ان كان عليك اي حاجه. طب ممكن مكالمه تليفون؟ اصله كسر تليفوني. على فكره بقى، هي اللي حدفتني بالتليفون في وشي، قمت انا صديته وقع على الارض اتكسر. اه اتفضلي استريح انت وهو. اتفضلوا. ساعة البش خش منك ليها انت وهو. ما تدخل يا ابني انت وهي. تخش يا حلو، مش هتتغندري. يلا خش خش يلا. اخلص يلا. حمدي باشا العرض جاهز. والبسكوته دي بقى جايه في ايه؟ جايه في حادثه عربيه يا باشا. اسمك ايه يا بت؟ ناريمان عبد السلام. ده انت قادره بقى، واقفه وماسكه نفسك ومش خايفه يعني؟ ده ايه يا ابني انت؟ داخل سليمه ولا ايه؟ بس يا حمدي خلاص.